بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول مرة أنا وريناكم البلوك، طب باش نوريكم الشيميزات والبيسون باش نحطهم في البلوك. ركبوا اللي عندك جوان صغير، جوان توريك يسموه، تحط في دورة الشيميز وتحط الكوسينيه في البيالة كيكا، من بعد نهبطوا ونحطوا في مكان. الاتجاه نتاع البيستون ردوبان، فما بيستونات تبقى فيهم اتجاه. اتجاه الشيميز لازم يكون قدام فيه حرف اقعد فيه، والبيستون فيها سهم يكون جهة الشان او جهة السلسلة او جهة الكاتينة او يسموها. نسيس عليها كيكة شوي بشوي ونزله. هو كمان ركبنا الشيميزات ولصتهم كما فهمناكم، لازم يكون فيها اتجاه معين في الشيميز، لازم تكون لاصقة بعضها لان عندها حرف تدخل فيه. السهم نتاع البيستون لازم يكون جهة الشان القدام، هو السهم معرفش واضح ولا لا، فما سهم موجود يكون اتجاه جهة الشان جهة السلسلة باش تبدا البيالة من نقطة صحيحة ركبة صحيحة. لو ركبنا الشيميزات في بلاصتهم وتوا باش الفيديو الجاي نوريكم كيفاش نحطوا الكلاس في بلاصته في مكانه. هذوما الأربع شيميزات فيهم البيستون نتاعهم، فيهم كل شيء. ما لازمش الانسان يدور المحرك والبيستونات والشيميزات ماهمش مربوطين بالكلاس، لان يعني ينجموا يخرجوا من قوه الدوران، ينجموا يخرجوا من مكانهم يفسدوا مكانهم في البلوك.